سائل يقول: جامعت زوجتي وهي في العادة بما دون الفرج، فهل يجوز ذلك؟ يجوز له أن يباشر زوجته وهي حائض فيما دون الفرج، وأن يستمتع بها فيما دون الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض يعني في الفرج، مخرج الحيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته وهي حائض فتتزر فيباشرها صلى الله عليه وسلم، ويقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح في الفرج. نعم.